فتح الدوري الجزائري السابق جمال تلمساني النار على رئيس الحالي لبلوزداد بوحفصة بسبب الوضعية التي وصل إليها شباب بلوزداد وتهميشه لأبناء النادية. أبو حفص هذا على حسب شنو نسمع، يعني ما عنده حتى 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 حاجة مع الفوتبول، خاطئ إنسان كيما هذا. ما يدناش كان عندكم واحد كيما رضا مالك داروا له المشاكل وكذا، هذاك واحد كيما هذاك ويحكم مع كلوب، ماشي هذا أبو حفص. هذا أبو حفص مانيش عارف شكون هذا، مين جاي هذا أبو حفص؟ ما عنده حتى علاقة مع الفوتبول، دونك ماشي واحد كيما هذا اللي يحكم الفوتبول ولا يولي بريزيدون. وهذه سي لا فيديراسيون، سي لو مينيستير، تحبوا يتبدل الفوتبول ماشي هكذا يعني.